الإسكتلندية أوليفا بينسون اسم شهير على مواقع السوشيال ميديا ومواقع التواصل المختلفة، ولما لا وهي قطة نجمة البوب الشهيرة تايلور سويفت. تتميز أوليفا بجمال ووداعة يجذب إليها الصغار والكبار، وتعشق سويفت قطتها، وقد أخذت اسمها من شخصية التي تلعبها ماريسكا هيريكتاي في سلسلة لو أند أوردر سبيشيال فاكتيمز يانت. لا يقتصر جني المال على البشر فقط، إذ يمكن للحيوانات أيضا جني أموال طائلة من شبكات الإنترنت. فقد جنت أوليفا ثروة هائلة من الظهور مع سويفت في العديد من مقاطع الفيديو الموسيقية، وصنعت خط منتجاتها الخاصة، كما ظهرت في العديد من الإعلانات ذات الميزانيات الكبيرة، كان أشهرها إعلان تجاري لكوكاكولا في عام 2014 وآخر لAT&T، وتحصل على ملايين الإعجابات على إنستغرام. ففي عام 2020 نشرت سويفت صورة لأوليفا وهي مستلقية على الأريكة، حصلت أكثر من 2 مليون إعجاب على صفحتها على إنستغرام، بينما لم تجني قطة سويفت الأخرتان ميريديث جراي وبنجامين باتون مثل هذه الثروة. صنف تقرير حديث صادر عن All About Cats قطة تايلور سويفت على أنها ثالث أغنى حيوان أليف في العالم، إذ تقدر قيمتها بنحو 97 مليون دولار وتنافس ملكتها بعدد المشاهدات على تطبيق إنستغرام، في حين أن غالبية أغنى الحيوانات الأليفة في العالم من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما حلت كلاب الإعلامية أوبرا وينفري الأليفة سادي وصاني ولورين وليلي ولوك في المرتبة الرابعة بثروة قدرت بـ30 مليون دولار. واحتل الكلب بوتنياك جولدن ريتروفر الراحل بيتي وايت المرتبة السابعة بثروة صافية تبلغ 5 ملايين دولار. أما الحاصلة على المركز الثاني لتتفوق بذلك على أوليفا فهي القطة المعروفة باسم نالا كات أو القطة نالا، والتي تقدر قيمة ثروتها بـ100 مليون دولار، إذ تمتلك نالا حسابا خاصا بها على إنستغرام تظهر فيه كشخصية عامة، ولديها أكثر من 4.4 ملايين متابع. فيما احتل كلب الراعي الألماني غونثر الرابع المرتبة الأولى في الترتيب كأغنى حيوان أليف في العالم، وهو مملوك لشركة الإعلام الإيطالية غانثر كوربريشن، وتبلغ ثروته 500 مليون دولار. إذا أعجبكم محتوى قناتنا يمكنكم دعمنا أو الإعلان على قنوات متع عقلك عبر رابط ألفا لايك في الوصف أسفل الفيديو.